زوار في الجول، اهلا بيكم. يوم اربع كروي دسم مليء بالمباريات ومليء بالاحداث والاخبار والانتقالات. كان عامر بالاحداث المثيره. هيكون معاكم محمد اسامه واحمد العريان من في الجول عشان نتكلم معاكم عن ابرز اللي حصل النهارده ونشوف معاكم اخر تطورات الكوره، مش بس في مصر لكن في اوروبا وفي كل العالم. اهلا بيك يا اسامه. الاول اهلا بيك يا رامي. يوم جميل جدا وكان فيه اهداف كتير من باريس سان جيرمان ومن ريال مدريد، وشفنا تاهل اتلتيكو برغم ان كان باير ليفركوزن لعب ماتش كويس قصاد يوفنتوس، ففي اي وقت كان اتلتيكو ما كسبش، يعني كان ممكن يخسر البطاقة ويروح مع فرقة تانية للدوري الأوروبي. يعني يوفنتوس بعد السنة اللي فاتت لما كان في مشاكل ما بين يوفنتوس ودييجو سيميوني واحتفال سيميوني الشهير في مباراة الذهاب، السنة دي بيكون يوفنتوس هو السبب في تأهل دييجو سيميوني وأتلتيكو مدريد للدور الثاني. هو مش سبب بشكل كبير، لأن حتى لو كان باير ليفركوزن كسب كانت برضه كان أتلتيكو طبعا ما دام كسبان خلاص كان هيكمل، بس برضه هو اداهم طمأنينة شوية في الماتش خلوهم ما بيلعبوش متصابعين ولا قلقانين، هو حتى لو جه فيهم جون برضه الدنيا تمام. بما انك اتكلمت عن دوري ابطال اوروبا يبقى هنبدا احداث النهارده من دوري ابطال اوروبا واللي انتهى دور المجموعات فيه خلاص منذ قليل، وعرفنا على المتاهلين لدور ال 16 كلهم. 16 متاهل، بيحدث حاجه لاول مره يا اسامه السنه دي، اول مره من 13 سنه، اول مره في التاريخ من ساعه لما دور ال 16 بقى بخروج المغلوب مش دور المجموعات، ان كل المتاهلين لدور ال 16 من الدوريات الخمسه الكبرى، اربع فرق من انجلترا، اربعه من اسبانيا، ثلاثه من ايطاليا، ثلاثه من المانيا، اثنين من فرنسا. على قد ما الموضوع ده كويس للمتابعين، بس هو مش كويس للمسابقه، لان دوري يعني الاتحاد الاوروبي بيحاول وعاوز ان دول تانية تظهر في الموضوع. وجود مثلا فريق زي سالزبورغ فريق كويس وكان يستحق يكون موجود، بس طبعا في ليفربول وفي نابولي، فبنضحي بمين؟ لا يعني بس مصلحة البطولة ان كل الفرق اللي بتتأهل تكون قوية علشان المباريات تكون قوية فالمشاهدات تكون اكتر والبطولة كمان. إن لما يكون في متابعين كتير في اقصد في ممثلين كتير لدول تانية بيبقى الموضوع لطيف شويه للاتحاد، بدليل ان هم حتى في اليورو زودوا العدد عشان يبقى فيهم شركات اكتر، فمن منتخبات ما بتعرفش توصل. سياسه الاتحاد الاوروبي ان هو بينشر اللعبه ويحاول ان اكتر عدد من الدول تشارك واكتر عدد من الفرق زي ما انت بتقول فعلا انها تشارك، يعني ولكن التاهل بقى ده بتاعهم مش بتاعنا. سالزبورج مثلا لو صعدوا لقى نفسه بيلعب ريال مدريد، بيلعب باريس، بيلعب يعني بيلعب اي فريق من اللي الجماهير تحب تتفرج عليها، هتبقى حاجه كويسه للبلد. يعني القرعه هتكون يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله في زيورخ. عارفين ان اول كل مجموعه ممكن يلعب، يعني الاوائل بيلعبوا المركز الثاني، بس في قاعدتين، ان ما ينفعش فريقين من نفس المجموعه يلعبوا تاني مع بعض، ما ينفعش فريقين من نفس البلد يلعبوا مع بعض، وبالتالي ريال مدريد متاهل كتاني مش كاول. واسامه من مشجعين ريال مدريد، تتمنى تلعب مين في الدور الجاي، يعني في القرعه تجيبك مع مين؟ يعني هو الموضوع هيبقى صعب شويه على ريال مدريد ايا كان المنافس. احنا في مرحله ان احنا بنبني فريق، وفي مرحله ان في غياب لاعب او اتنين بتحس ان خلاص مفيش بدلة، طب هنعمل ايه؟ زيدان حتى تحس ان هو في الماتشات مع قاعد بقى مثلا متاخرنا او محتاجين نجيب جون، هنزل مين؟ يعني بينزل فينيسيوس اللي هو بقاله في يعني سجل هدف النهارده. لسه هتكلم على ده، بتبقى مستني دايما ان هو يجيب جون، وهو فعلا اداؤه بيأهله ان هو ممكن يجيب جون بس ما بيجيبش. اللمسه الاخيره عنده سيئه قوي جدا قوي جدا يعني. جدا بعكس رودريجو اللي في نفس الوقت رودريجو ممكن ما يبانش خالص في الماتش وتلاقيه دخل صنع جون جاب جون مؤثر بالظبط. نلعب مين بقى او ممكن نلعب مين في البطوله؟ يعني اعتقد الموضوع هيبقى حاسس ان هي رايحه ناحيه ليفربول، والانتقام بقى من النهائي اللي فات هيبقى ماتش كويس. بس طبعا اتمنى لايبزيج، يعني اتمنى لايبزيج طبعا ما فيهاش حاجه ثانيه، كل التواني هيتمنوا لايبزيج بالظبط. طيب دي كان دوري ابطال اوروبا، لكن النهارده ما كانش بس دوري ابطال اوروبا هو اللي بيتلعب، وما كانش هو بس الحدث المهم في يوم الاربعاء الكروي لو سميناه، لكن كمان كان في مباريات في الدوري المصري. هنسيب الاهلي للاخر طبعا عشان هو اهم حاجه واللي هنتكلم عنه كتير، ولكن قبلها
حرس الحدود بيتعادل مع نادي مصر سلبيا 0-0. مصر المقاصة بيخسر من الإسماعيلي 2-0. أخيرا الإسماعيلي بيعود للفوز يا أسامة بعد 3 مباريات خسارتين وتعادل، وبعد ما يشيتش مشي ويجي أدهم السلحدار كمدرب مؤقت، في المقابل هزيمة جديدة لمصر للمقاصة ومستقبل أحمد حسام ميدو على المحك. هنشوف مباراة جاية قدام الاتحاد السكندري أكيد هيكون مهمة جدا لي ان هو يفوق ويستعيد الانتصارات علشان يرجع الفريق لوضعه الطبيعي، يعني الوضع اللي هو كان متوقع ليه هذا الموسم، خاصة هم كانوا بادئين موسم بيقدموا اداء حلو. الناس من دلوقتي ابتدوا يتكلموا ان ميدو خلاص هيمشي وخلاص، يعني هو مقدم اداء من اول الموسم مش للناس متوقعه، وفي نفس الوقت مصر المقاصة ما حسيناش ان ميدو طبق الفكرة اللي هو دايما بيتكلم عليه في قلب الملعب. كلام كويس بس هو التنفيذ على الملعب بقى وعلى اللعيبه. خلي بالك النهارده كان الماتش متكافئ جدا، يعني هو الهدفين جم في الدقيقه 82 و85 الاسماعيلي خطف ماتش. انا شفت، يعني هو جون الاول كان محمد الشامي ركنيه، فهو جون يعني ممكن يجي في اي فريق، بس في نفس الوقت النتائج في الاخر بتتكلم عن النتائج، يعني مش لازم تبقى انت رد فعل. يعني ميدو لو كان جاي هاجم من الاول، يعني شفت الماتش كان في نص الملعب اكتر، ما كانش فيه فرص على الفريق، ما كانش فيه فرص كتير. فهو ميدو لو كان هاجم وكان فريقه جاب جون كان الموضوع هيبقى بالنسبه له يعني اسهل بكتير. لو جه في جون هيبقى متعادل على الاقل، مش هيخسر. جه في جون فتح الملعب، جه في الجون الثاني فخلاص. مع الوضع في الاعتبار طبعا ان مصر المقاصة كان بيلعب الاسماعيلي وفي الاسماعيليه طبعا بيكون موضوع مختلف اكيد شويه. دول كانوا اول ماتشين، لكن الماتش الاهم بقى الاهلي بيفوز على وادي دجله بثلاثيه. اصعب ماتش في الموسم للاهلي كان الماتش ده، رغم ان مفترض على الورق ان هو كان يبقى اسهل ماتش. وادي دجله مركز اخير، هو الوحيد مع طلع الجيش اللي ما كسبش ولا ماتش لغايه دلوقتي في الدوري، 3 نقط بس، ومع ذلك الاهلي لاول مره شوط اول بدون اهداف مع فايلر في الدوري. هما 25 دقيقه تحديدا بدون اهداف للاهلي، الاهلي دايما بيسجل في اول 25 دقيقه في الماتش. بس في عايزين نقرا برضو تعليقات الناس وانت بتتكلم، كمل يعني. فايلر بيعتمد في لعبه مع الاهلي على الاستحواذ على الكوره والاختراق من النص ومن الاجناب بشكل يعني مش اساسي، بيعتمد على الاختراق من النص والاستحواذ. فده النهارده كان بيلاقي فيه صعوبه مع وادي دجله، لان وادي دجله نفس الفكر، بس في الاخر وادي دجله لياقه خانيتهم وتغييرات فايلر برضو فائت في التغييرات التكتيكيه، ما قصدش تغيير اللاعبين. فالماتش صعب من ان الكوره فايلر ما بقاش عارف يستحوذ عليها زي الماتشات اللي قبل كده، اللي كان بيبدا باستحواذ وياخد الكوره وهوب الجون الاول مثلا في اول 10 دقائق، هوب الجون الثاني خلاص الماتش خلص. ايا كان الفريق قوته وايا كان مدى ثقتهم في نفسهم هتتهزز، وهيبدا الاهلي يجيب الثالث ويجيب الرابع زي ما حصل في الشوط الثاني. الشوط الثاني اول ما الاهلي جاب جون خلاص الموضوع يعني خلاص اللي هو خلصت. هاخد بقى من كلامك اول لما الاهلي جاب جون، لان تاكيس جونياس مدرب وادي دجله كان غاضب بعد الماتش وبيقول ان النتيجه مش معبره تماما عن الاداء وعن مستوى الفريقين، وان الهدف الاول يا ريت تشوفوه تاني، هو قال كده، لان الكوره ما كانتش فاول في البدايه على محمد عبد العاطي لصالح الاهلي، والفاول ده اتلعب ومنه راحت الكوره جوه منطقه الجزاء، فالاهلي احرز الهدف الاول فالماتش اتغير تماما خلص. ده وجهه نظره. وبيقول كمان ان طبعا دي حقيقه بقى حصلت، ان رفيق كابو ضيع انفراد تام بعد الهدف الاول، كان ممكن يكون هدف التعادل. محمد الشناوي تألق فيها طبعا، ولو كان الهدف ده دخل كان ممكن برضو السيناريو يختلف. ما ينفعش تكون بتلعب فريق بحجم الاهلي وتضيع فرص زي دي، لانها مش هتتاح ليك بشكل كبير. دي كانت تصريحات تاكيس جونياس. رفيق كابو من نجوم اصلا الدوري ومسجل اهداف كتير، ومن نجوم فانتزي في فانتزي الدوري المصري كمان، يعني تلاقي معظم الناس واخدها عندها في الفانتزي. بس هو الموضوع كله كان محتاج ان يعني هو بيجيب كل الاهداف اللي هي قبل كده، ده كان اهم هدف ممكن يجيبه طبعا، هو بتاع الاهلي وهجيب الجون الاول قبل الاهلي. فخلاص الماتش اتغير، ممكن ساعتها تاكيس يقفل الدنيا وهو بيعرف يستحوذ على الكوره ويطلع بيها هجمه مرتده كمان، خلص الدنيا على الاهلي. بس ما لهمش نصيب. وفي نفس الوقت كده لو كان الماتش استمر شويه كمان كان الاهلي لازم يجيب جون. الاهلي كان ضاغط بشكل كبير والفريق ابتدى يستحوذ على الكوره اكتر في الشوط الثاني. تعب لعيبه وادي دجله جدا. محمد مجدي قفشه
كان عظيم النهارده استمرارا لاداؤه الكويس اول فتره يعني الاخيره. بقى يعرف امتى يمر يمين وامتى يمر شمال، امتى يكمل بالكوره، امتى يبصيها. خلاص خد مركز البوكس تو بوكس بشكل احسن، تحس ان هو ممكن خلاص يكمل في المركز ده بعد كده بجانب عمرو السوليه او حمدي فتحي طبعا لما يرجع يعني. بس فهو الماتش فعلا كان مقفول والهدف هو اللي فتحه خالص، ولو ما كانش الهدف ده جه مثلا لاخر 10 دقايق كان ممكن الماتش يخلص تعادل او وادي دجله يخطفنا. هقول كلمه، هقول اضيف حاجتين علا عن كلامك وبعد كده هسالك سؤال ده لو افتكرت بعد ما خلصت يعني. ولكن الحاجتين المهمين دلوقتي ان طبعا الفوز ده كان مهم جدا للاهلي، لان الماتش اللي جاي حارس الحدود برضه مفترض ان هي مباراه تكون في المتناول. انت في مرحله تجميع النقاط حاليا بالنسبه للاهلي في بدايه الدوري او اي فريق بينافس على الدوري. طريق العشري طبعا بيكون منافس قوي، ولكن لما حرس الحدود قدام الاهلي فاكيد الكفه الارجح للاهلي. ولكن في حاله فوز الاهلي فيبقى كده خلص مرحله الدوري بسلاسه، ان هو عايز ياخد النقاط فيها عشان يرجع تاني يركز في دوري ابطال افريقيا اللي هي المهمه الاصعب بعد الخساره من النجم الساحلي في اول ماتش. الفوز على الهلال السوداني طبعا صحح الاوضاع، ولكن محتاج الاهلي ان هو يفوز في المباراه الثالثه اكيد، خاصه ان انت هتلعب هنا الاول وبعد كده هتسافر بره، فمحتاج تكسب على الاقل 3 نقط في الاول وتاخد نقطه هناك، او لو عرفت تكسب يبقى احسن. استكمالا لنقطه الاهلي كمان النهارده يعني واستمرار برضو للماتشات اللي فاتت، محمد الشناوي بيتطور جدا جدا. محمود وحيد لاول مره الاهلي بيحس ان هو مطمن في غياب علي معلول، ان عنده ظهير ايسر قادر ان هو يسد. ما حسيناش بغياب علي معلول. محمود وحيد كان رائع، حسينا بس في الاسيستات بتاعته يعني لسه شويه، بس ما حسسناش محمود، ما حسسناش ان علي معلول مش موجود في الملعب خالص. وكمان يعني حتى مع مستوى رمضان مش بالقوه بتاعت قبل، مش قوه البطوله عامه بتاعت الاولمبي، ولا بقوه بدايته مع بس مع ذلك لسه لغايه دلوقتي رمضان صبحي هو الاهم لاعب في الفريق، هو اللي بيسجل او بيصنع كل مباراه، هو العام يعني اهم لاعب، بس مش بالقوه اللي هو كان في المنتخب الاولمبي. بتبقى بطوله مجمعه، بيبقى التركيز بيبقى عارف انت اللي هو الحماس اكتر، لو لازم تكسب علشان، فدايما بيبقى المستوى اعلى. كل لعيبه المنتخب الاولمبي كان مستوى اعلى في البطوله، مش في رمضان صبحي بس، مصطفى محمد كله فعشان بتبقى البطولات المجمعه ليها دفعه اكبر وليها تركيز اكتر. ولكن مع ذلك لسه طبعا رمضان صبحي هو نجم الفريق الحقيقه. مع هشوف الناس بتقول ايه، بس هكمل النقطه دي الاول. وليد ازارو بيسجل، ده معناه ان كل مهاجمين الاهلي موجودين وجاهزين. في المقابل بقى وادي دجله للموسم الثاني على التوالي يا اسامه، يعني الموسم اللي فات كان تاكيد جونياس لسه جاي وقال لك انا محتاج وقت علشان الفريق يحفظ طريقه. اول 7 ماتشات تقريبا من غير ولا فوز، بعد كده الفريق بيتحسن رويدا رويدا، او النتائج بدات تتحسن. ولكن في نهايه الموسم وادي دجله قعد على نقطتين او ثلاثه على حسب ما فاكر، مركز اللي هو الاخير من بعد الهبطين على طول. مع ذلك تجددت الثقه في تاكيد جونياس وتقال انتظروا الفريق في الموسم اللي جاي بعد ما خلاص الموسم ده اللعيبه كانت بتحفظ الطريقه. السنه دي مفيش تغيير كتير في القايمه، تقريبا نفس اللاعبين ومع ذلك نفس البدايه. تاكيد جونياس خارج بعد الماتش بيتكلم بثقه جدا، بيقول لك انا مش خايف على الفريق. السنه اللي فاتت انتوا كلمتوني او بداتوا تسالوا سؤال انت خايف ولا لا بعد 7 ماتشات، وقلت لكم لا، وفي النهايه فعلا اتضح ان انا صح. والموسم ده بقول لكم نفس الفكره، اول 7 ماتشات هون بداتم تسالوني انا خايف ولا لا، وانا بقول لكم ان هو لا مش قلقان. طب ده هياخدنا بقى لسؤال تاني، هو هل اصلا طموح وادي دجله هو مجرد البقاء؟ هي دي الفكره يعني هو انت مش قلقان؟ مش قلقان من ايه؟ ما انت مش هتهبط يعني. بس ما ممكن اي حد يروح يمسك وادي دجله وبرده مش هيهبط. ما هو الفكره ما هو وادي دجله قبل كده ما من ساعه ما طلع الدوري ما نزلش، ما هبطش ولا مره طبعا مع اي مدرب. فانت جاي عملت حاجه جديده، هل مجرد انت بتقدم الكوره بتاعتك اللي بتعملها مجرد ما يجي فريق بيستحوذ على الكوره اكتر منك خلاص بتلاقي الكوره اتاخدت منك وما بتعرفش تعمل اللي انت عاوزه، فالفريق بيمنعك، فانت بتعمل ايه؟ طيب انا بقى عايز اقول لتاكيد جونياس ان المره دي لازم يقلق، مش يقلق على اقالته، لان ما اعرفش سياسه الاداره بتاعت وادي دجله، هل هم شايفين ان هو بيحقق مطلوب ان هو مجرد البقاء وان هو بيلعب كوره
ممتعه لو جاز التعبير انها ممتعه ولكن مش مفيده، عشان في فرق بين ممتعه وبين مفيده. هو مش عن السنه اللي فاتت اصلا يعني، هو نفس الاداء، نفس الاداء اللي هو البساط الحلوه. هل مجرد ان هو في بساط كامله، هل مجرد ان ده كوره تبقى في رجلك، ده ما اسمه ممتع؟ هل ده اسمه كوره حلوه؟ هل ده اسمه طريقه لعب؟ ولا ان انت تنفذها بطريقه صحيحه، تجيب الاسماء بالزبط اللي هي تنفذها لك بطريقه صحيحه؟ فاعتقد ان اداره الدجله محتاجه تفكر طبعا طبعا. فدي كانت النقطه المهمه لوادي دجله. اخر سؤال بقى هساله لك وهتفكر فيه عقبال لما اشوف راي الناس، عشان هيبقى كمان سؤال للناس. الاهلي بعد اللي ظهر بيه حاليا، تفتكر محتاج صفقات ايه في يناير؟ في يناير على الابواب، الكلام على كهربا، الكلام على مهاجم صريح. الاهلي محتاج صفقات ايه ومحتاج ايه لقائمه افريقيا بعيدا عن القائمه الحاليه؟ نشوف بقى راي الناس عقبال لما انت تفكر. محمد عادل بيقول هو انشيلوتي هيروح ارسنال. انشيلوتي طبعا اقيل امبارح، والنهارده خلاص تم تعيين جاتوزو لنابولي طبعا، اقيل من نابولي وجاتوزو مزك. ولكن في تقرير النهارده ان ارسنال ما بيفكرش في انشيلوتي. طبعا الكلام كان الفتره اللي فاتت ان هو يعني لو فكر في انشيلوتي تبقى مشكله، يبقى هو بيخرج من ازمه بيدخل في ازمه. ف يعني مش انشيلوتي مش حل خالص لارسنال، وعنده في السوق يعني كتير، يعني عنده كتير ممكن يفكر فيه قبل انشيلوتي. عنده أليجري مثلا، عنده بوكوتينيو، اعتقد ان بوكوتينيو مستني برشلونه. فعنده أليجري هو حل مثالي. يعني انا لو انا ليا القرار في ارسنال وانا مغمض أليجري. أليجري خلاص. محمود الزياد بيقول مساء الخير، مساء الفل عليك. وابو سليم بيقول يا ريت تراجعوا نقاط الفانتزي تاني في الجوله دي. حاضر هنراجعها. محمد عادل بيقول الدراويش في القلب، اخيرا جمهور الاسماعيلي فرحان بعوده الانتصارات. بس هو برضه البطوله العربيه تعوضهم شويه عن الموضوع ان هم واصلين ربع نهائي وفي وبيلعبوا الاتحاد، فهي عارفينه طبعا. فيبقى في فرصه ان هم ممكن يوصلوا. بس الاتحاد خلي بالك في الدوري كسب الاسماعيلي 3، ما هيبقى ماتش باتنين يعني اصعب نص نهائي، لا اما خلاص بقى. والاتحاد السنه اللي فاتت خرج من الاسماعيلي خرج الاسماعيلي من كاس مصر. فيعني هو الموضوع محتدم بين الفريقين. طيب عبد الرحمن محمد بيقول تاكيد لصفقه كهربا، وبيسال صفقه كهربا يعني قاربت فعلا على الانتهاء، ممكن خلال ساعات يكون الاعلان الرسمي من الاهلي بخصوص صفقه كهربا. ده اللي بيبدو في الافق يعني. الموضوع بشكل واضح، بس ما حدش هيقول حاجه غير لما يبقى الموضوع طبعا رسمي. لما الموضوع يبقى رسمي اتكلم حد يقول لك انا شغال أكيد. يعني انا بس. ريهام خالد بتقول الاهلي والريال يوم كروي عظيم، مبروك يا ريهام. طيب ما احمد حماده بيقول انت رايك ايه في محمود وحيد؟ ده اللي اتكلمنا. محمود وحيد يعني خلاص ما في، مش هنقول عليه اكتر من كده. ده هو لسه حتى ما قدمش الاستمراريه اللي تخلينا خلاص بقى نقعد نتكلم على محمود وحيد ان هو ممكن يلعب على علي معلول او ندخله في مقارنه مع علي معلول. لا اكيد علي معلول في حته تانية، هي دي الفكره. محمود وحيد بقى كبديل، هو بديل ممتاز، وفي الاخر محمود وحيد هيستمر اكتر لان علي معلول مهما كان فتره وهيمشي لانه لاعب اجنبي وبانه كبير في السن كمان. اظن يعني ان محمود عارف ده، ولما جه ويجهز للمستقبل هو جاي عارف ان هو جاي يتنافس مع علي معلول. يعتبر احسن باك ليفت او من احسن باك ليفت في افريقيا. فهو جاي عارف ده، فعارف ان المنافسه صعبه، وعارف ان الوقت اللي هياخده هيبقى لا اما علي معلول موقوف لا اما علي معلول مصاب. بس محمود ابراهيم بيقول امتى الاعلان عن صفقه كهربا؟ قلت يعني يبدو ان هي خلال ساعات هتعلن. طيب مين تاني؟ احمد رزق بيقول مبروك لكل الاهلاويه. الجون الاول فاول، ده احمد علي مكاوي او احمد علي مكي، رايه من راي تاكيد جونياس مدرب وادي دجله ان الهدف الاول كان فاول. مصطفى عصام بيقول شايف ان كهربا صفقه ملهاش لازمه، الاهلي مش محتاج لعيب في المركز ده. ده اللي هنتكلم فيه بعد ما اخلص بقى التعليقات، بعد ما تقول لي على الصفقات او المراكز اللي الاهلي محتاجها. تمام. ايه تاني؟ ابو جريره بيقول يا جماعه عايزين نعرف هل تريكا راجع؟ ما عنديش الحقيقه اي فكره. طيب ابو سليم بعت الكومنت حوالي 7000 مره اللي هو يا ريت تراجعوا نقط الفانتس. حاضر والله حاضر. يوسف محمد بيقول الاهلي دفاعه مفتوح دايما، ودي نقطه بتؤخذ على الاهلي اللي احنا كنا نتكلم فيها عن الاهلي محتاج ايه. ده جزء برضه الاهلي لازم يفكر فيه الفتره اللي جايه.
محمد الشافعي بدأ يتفاعل معانا في نقطة الأهلي محتاج إيه، وبيقول محتاج مهاجم سوبر وقلب دفاع سوبر. عبد الرحمن الصادق بيتكلم عن بايرن ميونخ وشايفين إنه ممكن يوصل لبعيد ولا لأ، فده مش موضوعنا دلوقتي للأسف. محمد محمود توفيق بيقول رأيك إيه في مستوى المصري وشايفه هيروح لفين السنة دي؟ يعني اعتقد المصري انت تقدر تجاوب على ده احسن. المصري طبعا ماشي بشكل كويس جدا افريقيا اكتر من محليا، 6 مباريات متتاليه، لكن في الدوري اعتقد المنافسه هتكون صعبه جدا. يعني هو ما اعتقدش ان المربع الذهبي السنه دي هيختلف كتير عن السنه اللي فاتت. اهلي زمالك بيراميدز هم الثلاثه الاوائل، ممكن مقاولين بس مقاولين ومصري، مقاولين ومصري والاتحاد هيتنافسوا على المركز الرابع من الرابع للسادس. فالمصري لو قدر ان هو يحقق المركز الرابع، لو قدر ان هو يوصل لدور قبل النهائي في الكونفدراليه، يعني اللي هو حاليا في دور ال 16 يعني هيوصل لربع النهائي ده اكيد. حاليا انا متوقع يعني ان نص النهائي هيبقى فيه المصري وبيراميدز، والبطوله ما فيهاش اسماء كبيره، ما فيهاش اسماء كبيره، بس مشكله المصري ان هو دفاعه سيء جدا. يعني حتى هو بيكسب بس المصري عنده هجوم بيعوضه عن، بس بقى في مباريات الذهاب والعوده مش مضمون، فعشان كده انا صعبه. بس يعني مفيش فئه تخاف منها قوي يعني. انا انت اعتقد في الاخر انت عندك دفاع، يعني دفاع المصري يخوف من اي فريق. انا بقول لك يعني من خلال مشاهدتي الماتشات كلها، انا هعتبر موسم المصري ناجح لو وصل ل قبل نهائي الكونفدراليه، هيبقى ناجح جدا. لو ختم رابع في الدوري، لو عدى الماتش الجاي في الكاس، لان المصري هيلعب المقاولين عرب، والمقاولين فرقه صعبه جدا، فهو ده المحاور اللي هتحدد موسم المصري اعتقد. حسام غلوش او مش عارف غلوش مش عارف، الاهلي مع فايلر حاجه كويسه والدفاع هيبقى احلى مع رجوع محمود متولي. محمد سمير بيقول هو الاهلي ممكن الهجوم يتغير باضافه كهربا ولا؟ طيب احمد صلاح الدين بيقول ايه اخر اخبار كهربا؟ ومحمد عبد المنعم بيقول ليه ديانج مش بياخد ماتشات اساسي، وليه أفشة بيلعب ديفندر ونخسره في مركز صانع الالعاب؟ واحمد حمدي بيقول توقعاتكم لماتش الزمالك وبيراميدز. ومحمد الشرفي بيقول مهاجم خارج الصندوق ما يكونش افريقيا. طب نتكلم بقى عن صفقات الاهلي عشان نختم بعدها بتوقعاتنا او لماتش الزمالك وبيراميدز. تفتكر ايه الاهلي محتاجه حاليا من صفقات؟ لو قلنا ان هما اسمين هيجوا، اسمين مش اسمين، مركزين يعني، عشان يعني كهربا كده كده خلصانه. بس انا شايف ان الاهلي هيستفاد من كهربا مش في مركز الجناح بس. يعني كهربا في مركز المهاجم هو لسه ما اثبتش نفسه، بس عنده المقاومات اللي تخليه مهاجم كويس، بالاضافه للحاجات اللي هيدفعله فايلر. في مركز الجناح هيبقى بديل، مش هيلعب على حسين الشحات او على رمضان صبحي او على رمضان صبحي خالص. مفيش فيها كلام. ما اظنش برضه ان هو هيلعب شادو، لان خط الاهلي ما فيهاش شادو سترايكر. فهو الحل الوحيد لكهربا واللي ممكن نفسي ويلعب فيه اساسي هو انه يثبت لريني فايلر ان هو مهاجم كويس. وساعتها هيكون حل لريني فايلر مشكله المهاجم اللي هيحلها بشكل اكبر في الانتقالات الصيفيه، لما يشوف هو مين محتاجه ومين مش محتاجه. وساعتها يقدر يغير بقى، يجيب 2 مهاجمين ويمشي 2. انا شايف ان هو مش مقتنع بازارو خالص، بس بيشارك وبيسجل. بيشارك عشان ما فيش غيره يعني. انت بيسجل، ابتدى يسجل يعني ماتش الكاس والنهارده. بس ازارو ما كانش بيسجل قبل كده، وطبعا ما زال بيضيع الهجمات السهله. هو نيفايلا مش عايز ده، عايز حد يخلص. يعني اعتقد ان المهاجم الاساسي للاهلي هو جونيور اجاي، الثاني على طول وليد ازارو، بعدها مروان محسن وصلاح محسن بيتنافسوا على الثالث. مروان في مستوى اسوأ مستوى وصل له ساعه ما جه الاهلي، محتاج التوفيق، محتاج يسجل عشان يحاول يرجع بالظبط. صلاح محسن بعيد يعني بقاله فتره، يعتبر ما جاش من انبي للاهلي، ما طلعش اي حاجه. الصفقه الثانيه اللي ممكن الاهلي يدور عليها، انا شايف مدافع، ومدافع يعني بالحاجات اللي بيدور عليها يعني فايلر. يكون بيلعب برجله كويس، دي اهم حاجه يعني فايلر بيحتاجها. هي موجوده في حد في الاهلي، محمود متولي ورامي ربيعه. حتى هو بيلعب ايمن اشرف، مش عشان هو دفاعيا قوي، بس عشان هو بيلعب برجله. شفنا الماتش اللي فات لما ايمن اشرف كان موقوف في افريقيا، لقينا احمد فتحي بيلعب برضه عشان بيلعب برجله كويس. موجود ياسر ابراهيم، بس بيخرجوا من القايمه اكتر من ماتش. يعني النهارده ما كانش عنده مدافع على الدكه، وخرج ياسر ابراهيم من القايمه. وحسب المراسلين ان هو بقاله
اكتر من يوم بيعمل بيعملوا جلسات، تدريبات. اه جلسات بالظبط مخصصه مع ياسر ابراهيم وتوجيهات خاصه، فده معناه ان هو شايف ان هو ممكن يكون كويس، ان هو بالظبط، محتاج بس بس يطور محتاج اشياء يوم معينه. بالظبط، هي دي الفكره. فهو ينيفايلا هيطلب 2، هو طلب مهاجم بتاع لوزن السويسري مش متذكر اسمه، ده طلبه من الاهلي، وهيطلب كمان مدافع بجانب كهربا للاهلي شبه جمع. خلصوا بس الاهلي عنده مكانين بس فاضيين، في افريقيا. فمش عارف هيحلهم بعد تسجيل سعد سمير كمان، فممكن يأجل حوار المدافع ده شوية لو عرف يجيب المهاجم اللي نيفايلا طالبه من الإدارة. لو هقول لك بقى انا رايي سريعا، هو مش مختلف عن رايك كتير. الناس اللي بتسال في الاول في الكومنتس هل كهربا هيكون صفقه مفيده ولا لا، ما ينفعش اصلا نتكلم على ان لما تكون الصفقه باسم كهربا فما ينفعش نتكلم هي مفيده ولا لا، لان كهربا السنه اللي فاتت في الدور الاول مثلا كان افضل لاعب في الدوري بالظبط في الدور الاول، يمكن مستواه انخفض شويه مع في الدور الثاني مع انخفاض مستوى الزمالك كله، ولكن كهربا لاعب دولي، لاعب خبره تقيل، لاعب اكيد مهم جدا وبيفرق مع اي فريق. ساهم مع لكن الزمالك في الكونفدرالية طبعا بشكل كبير هو جدا. اهل الزمالك قدام النجم الساحلي جاب الهدف بتاع بالظبط مباراه الذهاب، وفي مباراه العوده هو اللي خد ضربه الجزاء، يعني الشوط اللي شاطها وجت في ايد المدافع. فكهربا ما فيش خلاف ان هو هيفيد الاهلي، بس هو الكلام كله في ايه، هيفيده بايه؟ هيفيده بايه بقى؟ ده اللي انا هخش فيه، ان هو كهربا السنه دي ممكن ما يكونش مفيد قوي للاهلي. ليه؟ لان كهربا لما لعب مهاجم صريح مع منتخب مصر في مناسبات كتير قوي، سواء مع كوبر سواء مع حسام البدري مؤخرا، ما اثبتش نجاح. بيبقى يعني لا شيء. الهدف الوحيد او هدفين جابهم، هدف قدام المغرب من كره مشتركه كده حطها كده من كورنر، والهدف اللي كان في المباراه الاخيره مش فاكر قدام تقريبا كان خطأ كينيا ولا مش فاكر كنا بنلعب مين، والله مش عايز افتكر يعني، بس الاداء كان وحش، لكن كان الحارس هو اللي خطأ، اخطا وده وهو كان حطها في الجون الفاضي يعني. بالظبط فكهربا لا، كمهاجم صريح مش احسن حاجه، هو مركزه كجناح، ولما يبقى منافسك رمضان صبحي فاعتقد ان رمضان صبحي حاليا يلعب اساسي في منتخب مصر مش بس في بس الاهلي خد على اي بالك، حد. خد بالك ان رمضان صبحي اخر دي الموسم. بقى النقطه، ما انا جاي في هل كده. الاهلي هيعرف يشتري لا، رمضان ما من عشان اولاد كده السنه؟ انا بتكلم ان هو اعتقد مع الاداء ده هيبقى صعب، مع عشان الاداء كده ده بقول ان هيبقى ممكن كهربا صعب. صفقه مفيده، مش عشان الموسم ده لكن للموسم اللي جاي، لان رمضان صبحي بنسبه كبيره جدا ده اخر موسم ليه مع الاهلي، وهيعود لهدرسفيلد او هيروح لفريق تاني، هدرسفيلد هيبيعه لفريق تاني في اوروبا، ولكن مش هيكمل في مصر. وقتها هيكون كهربا هو جناحك الاساسي على الناحيه الشمال. لو بقى هنتكلم عن القائمه الافريقيه مركزين بس، فخلاص كهربا لو هيجي هيتقيد الاهم من كهربا. يعني انا شايف ان انت المكانين اللي جايين للاهلي دول يبقى مدافع، وتفكر بقى المكان التاني يبقى الكهرباء ولا للمهاجم بالظبط، اللي هي هيجي، دي الفكره. لان الاهلي اهم حاجه محتاجها مدافع. هو دي المشاكل الوحيده اللي ظهرت في خطه نيفايلر، هو المدافع. هل وجود محمود متولي لما يرجع هيحل له الازمه؟ مش اصاباته عارف كتير، بالظبط، وفي نفس الوقت ما شفناهوش عشان اصاباته ده كتير دي ضغطه، مش ما بناء على شفناهوش اصابته مع بالاهلي. الاهلي، اصاباته كتير بناء على تاريخه مع الاسماعيلي، عشان بس ما حدش يقول ان انتوا بتصلوا على اول اصابه يعني. بالظبط. آه في وربيعه اصابته كتير، وسعد ولو سمير ياسر اصاباته كتير. ابراهيم عرف يتطور في الموضوع، ياسر ابراهيم دفاعين كويس يعني، احسن على الاقل من ايمن اشرف، فهيحل طبعا ازمه تانية. على الاقل هيبقى بديل كويس لو الاهلي عرف يشتري مدافع. بس هي الازمه كلها يعني، الازمه الوحيده اللي ظهرت انت احتجت عليها هي الدفاع. الدفاع بس. طيب ده كان الاهلي، ده كان كلام عن صفقه كهربا اللي بنقول ان هي قاربت على الحسم، وممكن الاعلان الرسمي يكون خلال ساعات كما بتقول المؤشرات، مش بنقول ان ده اعلان رسمي، ولكن المؤشرات بتقول ان هي فعلا الصفقه اقتربت من الاعلان الرسمي، سواء بقى الزمالك هيلجا للفيفا طبعا او هو اوريدي راجع. الزمالك مشكلته مع كهربا كلاعب ملهاش علاقه بالنادي، يعني الزمالك في مش في مشكله مثلا مع ديسبورتيفو افيش اللي هو الفريق البرتغالي اللي بيلعب فيه كهربا حاليا، وكذلك مش هيكون في مشكله بين الزمالك والاهلي، ولكن مشكله الزمالك مع اللاعب اللي هو كهربا، اما هيتم ايقافه او هيدفع مستحقات او هيثبت ان هو وضعه صح والزمالك اللي غلطان، ده اللي هيقوله الفيفا في الايام المقبله. ولكن الحاله بقى بعيدا عن حاله الزمالك مع كهربا، حاله الاهلي مع كهربا مفترض ان الاعلان يكون قريب. اخيرا بكره بقى يا اسامه، الزمالك وبيراميدز، اول اختبار حقيقي لباتريس كارتيرون المدرب الجديد لنادي الزمالك. توقعاتك ايه؟ او تعال نقول الاول القايمتين، مش هنقولها كامله ولكن نقول ابرز اللي حصل فيها. قايمه الزمالك شهدت غياب شيكابالا، والاهم غياب عبد الله جمعه، وغياب عبد الله جمعه معناه ان محمد عبد الشافي هيعود لشغل مركز الظهير الايسر،
مش بس كده، ده كارترون كمان اختار اسلام جابر يدخل قائمه الزمالك لاول مره او لتاني مره في الدوري، عشان دخل قبل كده قائمه ماتش نادي مصر، ولكن كظهير ايسر بديل. القائمه نزلت على الموقع الرسمي انه في مركز الدفاع، واحنا كمان عرفنا مصادرنا في كافي الجول يعني مراسلنا قال لنا ان هو فعلا مختار كظهير ايسر. ايه بقى اسبابه؟ ان اسلام جابر لعب في مركز الظهير الايسر مع ميتشو ماتشات وديه واثبت ان هو يعرف يلعب فيها، فبما ان مفيش حد اعتقد ان هو كبديل طبعا عبد الشافي هيبدا، طبعا عبد الشافي هيبدا، ولكن اسلام جابر هيكون الباك اب كظهير ايسر في اللقاء ده، سواء عبد الشافي او هو عبد الشافي يعني هيلعب على محمد فاروق على ايريك تراوري. تفتكر الزمالك يعني طرفين الزمالك ماتش بكره هيكون حازم يمين ومحمد عبد الشافي شمال، تفتكر انهي الاقرب لفوز الزمالك ولا بيراميدز؟ شيء يعني كل فريق عنده نقاط قوه، يعني الزمالك دفاعيا مش يعني مش الحاجه اللي هي خلاص بقت سوليد يقدر تبقى واثق ان خلاص الزمالك الماتش ده ممكن ما يدخلش فيه جوال، لا في مشاكل دفاعيه. الطرفين كاد يكونون اقوى شويه من القلب. محمود علاء مستواه الموسم ده مش افضل حاجه، يعني الموسم اللي فات طبعا كان اعلى حاجه وصل لها. بيراميدز في نفس الوقت عنده هجوم يعني خوفني انا وانا قاعد اللي هو انا شايف دول جايين، لا خايف. عبد الله السعيد رجع من الاصابه بالظبط، فعبد الله السعيد عنده ناس قدام يخلق حل هم يسجلوا. جون أنتوي تاوي محمد فاروق بقى، هتلاقي اسلام عيسى، هتلاقي موجود اساسي كمان ساعات، هتلاقي احمد علي لو احمد علي لا خلاص لا احمد علي بره خلاص مش هيلعب، مش موجود في القايمه ومش هيكون موجود في القايمه لحد ما يمشي في يناير. هتلاقي دودو جباس طلق في اخر ماتش في الكاس، ممكن برضه يبقى ليه دور. يعني اصلا ان هم عندهم حلول كتير هجوميه، والعيوني اللاعب التونسي عمر العيوني نفس الكلام. الزمالك طبعا عامل صفقات هجوميه بشكل كبيره، حتى في غياب شيكابالا لا الزمالك عنده يوسف اوباما متالق جدا مؤخرا الماتش الاخير واللي قبله. بن شرقي نفس الكلام، عندك فرجاني ساسي وطارق حامد، دول يعني انت خلاص كده نص الملعب بالنسبه لك مفيش خوف منه. عندك مصطفى محمد لو عارف يرجع تاني لمستواه اللي كان عليه قبل مع الزمالك على الاقل، بلاش نتكلم على مستوى البطوله، لو رجع لمستوى تاني مع الزمالك وابتدى خلاص بقى يدوس مع الفريق خلاص هيبقى نقطه قوه جدا. ونجم طبعا، ونجم محتاج ان هو يظهر بقى لانه جماهير يعني الزمالك مستنياه، ومع ذلك هو الفينش عنده وحش قوي لغايه دلوقتي. مصطفى محمد على فكره في الماتش اللي فات قدام في دوري ابطال افريقيا كان ظهر بمستوى كويس جدا رغم ان هو ما سجلش، ولكن الجمهور بيحتاجه يسجل. مصطفى محمد كان دايما يعني دايما بينزل يحل ازمه الزمالك، نزل قصاد الاهلي اخذ ضربتين جزاء يعني كان فاضل 10 دقايق بعد ضربتين جزاء، كان ممكن اكتر تقريبا كمان كان ممكن يبقى السبب ان الزمالك يرجع في النتيجه، وسجل في الاتحاد وسجل في جنراسيون فكان يعني هو الزمالك عارف ان مصطفى محمد ده حاسم زي ما بيقولوا، بيحسم الماتشات الصعبه، فهو ده اللي مصطفى محمد محتاج يرجع له تاني ان هو يسجل الاهداف، يسجل اول هدف في المباراه. لو سجل هدف واحد انا احساسي يعني ان مصطفى محمد هيبدا يرجع تاني على التراك، وهو مشروع مهاجم كبير جدا. بن شرقي متالق مؤخرا سواء مع بلاتينيوم سواء مع في المباراه اللي قبلها في الدوري او في الكاس سوري امام الشرقيه، فبالتالي بن شرقي ممكن يكون احد اهم الاوراق للزمالك في مباراة بكرة قدام بيراميدز. طيب هنقرأ شوية تعليقات كمان علشان الناس بتقول ما بتقروش ليه، فمعلش يعني. الاهلي مع فايلر حاجة كويسة والدفاع هيبقى احلى مع رجوع متولي، ده حسام غلوش ده مثالي قلته قبل كده. قلب دفاع الاهلي وش ويكون سريع اهم حاجة، ده محمد مودي ده بالنسبة للصفقات. الاهلي يفكر في رحيل صالح جمعه، ده محمد اهلاوي، ولكن النهارده سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في الاهلي قال ان صالح جمعه مستمر ولا تفكير في رحيله في الفتره الحاليه على الاقل. ده عبد الله محمد شناوي بيقول برده صالح قاعد ولا ماشي، فنفس الاجابه. يوسف الصاوي بيقول احلى في الجول، احلى يوسف. سعيد زيد بيقول الاهلي محتاج قلب دفاع قوي مثل حجازي.
ومحمد اشرف بيقول الاهلي محتاج مدافع سريع جدا. ويوسف يعقوب بيرشح اسامه جلال، وده برضو من الناس اللي عليها كلام انه ممكن ينضم في يناير. عصام حبيب بيقول هل نعتقد المنافسه في الدوري بين الاهلي وبيراميدز وزمالك واسماعيلي؟ اعتقد الاسماعيلي بعيد قوي يا عصام الموسم ده. احمد صالح بيقول ايه اخبار كهربا خلصناه. اكرم رمضان بيقول هل كارتيرون قد ميتشو 900 مره؟ نسال اللي كان بيقول المقوله دي. احمد السيد اسلام جابر اقوى من عبد الشافي، ما شفناش اسلام جابر اصلا ولا شفناه خالص مع الزمالك عشان ده كويس مع الداخليه بس في مركز ثاني ملوش علاقه يعني. بالظبط. محمد الشافي بيقول القايمه ما فيهاش غير 2 لعيبه ومؤيد 28، دي قلناها فعلا. طيب احمد السيد بيقول بيراميدز الروح المعنويه اعلى ومرشح للفوز بكره. ومدحت صبري في المقابل بيقول ان شاء الله الفوز للزمالك. وعلاء السيد بيقول بيراميدز 3-0. عبد الرحمن صادق بيقول طارق حامد ما بيلعبش كوره يا جدعان. طيب ماشي. محمود علي بيقول فوز بيراميدز 2-1. واكرم رمضان خلاص دي قلناها. وابو مش فاكر مش عارف بنطقها بصراحه مش عارف مكتوبها ازاي بس بيدعي ان الماتش يخلص تعادل بكره بين الزمالك وبيراميدز. اكيد بيشجع اكيد. الزمالك بيلعب بدون روح، معظم اللاعبين بيلعبوا لما يتراضوا ماديا. احمد السيد مفيش فريق في العالم ولا لاعب في العالم بيعرف يلعب وهو مش اخد فلوسه، مش عارف يشتغل اصلا بالظبط يكون واخد حقوقه. مدحت صبري بيقول مصطفى محمد كان محطه في المباراه السابقه وعمل كل حاجه عدا الاهداف، ودي حقيقه هو اللي عمل جوره بن شرقي في الهدف الثاني وكان ظهر بمستوى جيد جدا الحقيقه. محمد الشافعي بيقول التعادل هيرضي الطرفين بسبب الاضطرابات الموجوده في الفريقين. تفتكر التعادل هيكون مرضي للزمالك فعلا بكره؟ لا بعد فقد النقاط الكتير. لا خالص، ولا هيكون مرضي لبيراميدز لانه السنه دي المفروض هو داخل بينافس على الدوري. وهو ما عندوش يعني ما عندوش حاجه تخليه يفكر في التعادل. هو عنده الفريق بتاعه كامل وممكن يفوز، فايه اللي يخليه يفكر في التعادل او يرضى بالتعادل حتى؟ محمد ظروف المباراه تخليه يرضى بالتعادل لو الزمالك مثلا جاب جون وهو تعادل بعد كده، انما غير كده ما اظنش ان اي فريق من الاثنين يرضى بالتعادل. محمد الدسوقي بيقول مصطفى فتحي هيكون الحل. ومحمد ايمن بيقول بهر المحمدي احسن من ايمن اشرف في السرعه والروح. وعبد الرحمن كامل بيقول فوز الزمالك 3 زي اللي كان من شويه بيقول فوز بيراميدز 3. عمرو محمود عبد المعتمد بيقول الاهلي قادر على المنافسه في افريقيا. طيب أفشى لاعب كبير في ربط الخطوط احسن لاعب في الاهلي مش رمضان، ده حسن ايهاب. طبعا رايك. حمو المنشاوي بيقول فوز بيراميدز والاهلي بقى عالي قوي الايام دي. التعادل عادل ومبروك الدوري على الاهلي، ده الحسن القاضي. ايه تاني؟ مدحت صبري بيقول حكم مباراه الاهلي اعطى لاعب وادي دجله انذار رغم ان وليد سليمان كان يستحق الانذار. ماشي. لو المستشار مرتضى منصور يسيب المدربين في حالهم الزمالك هيكون افضل فريق في افريقيا. محمد رضوان بيقول فوز الزمالك ان شاء الله 2-0 اهداف بن شرقي والبلدوزر. ومحمد يحيى بيقول بيراميدز هيكسب 5-0. عبده مختار بيقول رايكم في تغيير ديانج وامكانيه مشاركته كاساسي. ديانج علامه استفهام كبيره في الاهلي، بيقدم اداء كويس وهو معاك. مهاب نبيل بيقول جريندو نجم حرس الحدود هيكون مناسب للاهلي اكتر من كهربا، واحب اعرف راي الكابتن محمد اسامه في الموضوع ده. تمام. يعني جريندو طبعا كان لاعب في المصري ومعار الموسم الحالي لحرس الحدود، لكن طبعا اعتقد ان جريندو اقل من هو يكون موجود في لاعب كويس. طبعا كان كمل في المصري لاعب كويس لو كان احسن يعني كان كمل بالزبط. في المصري بالظبط. تمام. خالد بيبو بيقول استمروا. شكرا. طيب في كمان سؤال عشان نختم بقى. ريال مدريد وليفربول، انا عارف انك بتشجع الفريقين، لو لعبوا بعض في دوري ابطال اوروبا تفتكر هتشجع مين؟ ايه انت هتشجع يعني مين؟ انا يعني محتاج اشجع ريال مدريد، انا محتاج اشجع ليفربول اكتر في الدوري يعني في دوري الابطال. فانت مقسمها بقى، ليفربول ياخد الدوري وريال مدريد ياخد دوري الابطال، ومفيش ما عندناش غيرك بقى. طيب اعتقد اسامه كده كفايه قوي، طولنا على الناس. انا استمتعت ان كنت معاك. شكرا. ان انا كنت موجود معاك فوزي، واتمنى نكون قدمنا حاجه كويسه الناس تنبسط بيها وما يكونوش متضايقين. شكرا ليكم، واستنونا بقى بكره ان شاء الله. اكيد في الجول هيكون معاكم ايا كان مين الاسماء اللي هتطلع، ولكن في الجول هيكون معاكم بعد مباراه الزمالك وبيراميدز ان شاء الله. شكرا والى اللقاء.